إذن مشاهدينا، كانت منظمة هيومان رايتس ووتش قبل قليل أصدرت تقريرا يتحدث عن ما خلفته هجمات الأسد وروسيا التي استهدفت قبل يومين مستشفيين وأيضا مدرسة تأوي نازحين في مدينة عزاز وبلدات مجاورة في شمالي حلب، وما أدى إلى قتل أكثر من 20,000 مدنيين على الأقل، أو 20 مدني على الأقل، وإصابة العشرات. إذن منظمة هيومان رايتس ووتش وفي بيانها طالبت النظام السوري وطالبت روسيا بوقف هجماتها على المدارس والمستشفيات وعلى الكف عن استخدام الذخائر العنقودية والصواريخ الباليستية ذات التأثير الواسع. وبعد معاينات أجراها أحد خبراء المنظمة أظهرت النتائج أن النوع الذي استخدم في القصف هو صاروخ باليستي يطلق من الأرض من نوع توتشكا 9M. وأشارت المنظمة في بيانها أن قوات النظام هي الوحيدة التي استخدمت الصواريخ الباليستية منذ بداية الثورة وإلى الآن. ونشرت المنظمة صورة التقطت عن طريق الأقمار الاصطناعية تظهر تدفق أعداد كبيرة من النازحين إلى مخيم يقع على الجانب السوري مع تركيا، وأشارت إلى أن المخيم استقبل أكثر من 2400 عائلة جديدة منذ اليوم الأول من شهر شباط فبراير الجاري. عبر الهاتف مباشرة من بيروت ينضم لنا الأستاذ نديم حوري، نائب المدير الإقليمي لمنظمة هيومان رايتس ووتش. سيد نديم، مساء الخير. أريد من حضرتك تفاصيل أكثر على هذا التقرير، تقرير منظمتكم بعنوان خطر كبير على المدنيين في عزاز السورية. استندتم إلى خبراء، إلى شهادات، إلى توثيقات. ما أبرز ما توصل إليه هذا التقرير إلى حد الآن؟ توثيقات أيضا التي استندتم إليها. نعم، شكرا لاستضافتي. النقطتين الاساسيتين، هي الاولى انه عم بيصير في استهداف للمشافي ولمنشات مدنيه ومنها مدارس كانت تأوي نازحين في هذه المنطقه، وهذه الهجمات يعني تتكاثف. والنقطه الثانيه هي ان المدنيين في هذه المنطقه اليوم ليس لديهم اي مكان للهروب اليه او للنزوح اليه، فقط الحدود التركيه مقفله. من جهه هنالك داعش، من جهه هنالك الجماعات الكرديه، وبالجنوب مجموعات الحكومه السوريه. فهم عالقون، عايشون في نوع من خوف كامل. لا يوجد اليوم مشافي فعاله لهذا العدد الكبير من الاشخاص. فالطلب الاول هو خاصه لروسيا وسوريا لكي تتوقف عن استهداف المنشآت المدنية والمدنيين في هذه المناطق. والنقطة الثانية هي من إلى تركيا لكي تسمح بدخول هذه الأعداد الضخمة على الحدود. نعرف أن تركيا استضافت أعداد كبيرة، ولكن بنفس الوقت لا نستطيع أن نترك هؤلاء عالقين كما هم اليوم على هذه الحدود، يعيشون بخوف كل لحظة، وخاصة أنه هذه الصواريخ الباليستية التي تم استخدامها تستطيع أن تسقط عليهم أي لحظة، وتم استخدام قنابل عنقودية في الأسابيع الماضية في هذه المناطق. أيضا خبير الأسلحة في منظمتكم، في منظمة هيومان رايتس ووتش، قام بمعاينة بعض الأماكن التي تم قصفها بالصواريخ، واستنادا إلى هذه المعاينات وإلى التوثيقات، إلى ماذا توصلتم؟ من الجهة المدانة هنا بكل ما يجري بحق المدنيين الآن؟ يعني بما يخص استهداف المشفيين والمدرسة التي كانت تأوي نازحين، من الواضح أن الجهة هي أو الحكومة السورية أو القوات الروسية. حتى الآن يعني كما أشرنا في البيان، استعمال الصواريخ الباليستية في سوريا من هذا النوع بالتوشكا كانت فقط الحكومة السورية تقوم بذلك، فمن المرجح أن تكون المسؤولية على القوات السورية. ولكن لا نستطيع أن نجزم أن القوات الروسية اليوم لا تستعمل ذلك، يعني لا نستطيع أن نكون جازمين بذلك، ولكن واضح أن الجهة المسؤولة هي الجهة الروسية السورية التي بالآخر يعني تقوم بحملة منسقة بينهما. ولا نستطيع أن نقول اليوم أن هذا الطرف وذلك الطرف، لأنهم يقاتلون نفس الطرف. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا السيد نديم حوري، نائب المدير الإقليمي لمنظمة هيومان رايتس ووتش، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من بيروت.